شنو المنتوجات اللي كتبيعو؟ حنا كنديرو المنتوجات المجاليه وهذا الشيء ديال المنتوجات ديال العسل. حنا كنديرو تربيه النحل ديال لاباز ديالنا في التعاونية تربيه النحل وتن زيت اركان. وكنجيبو اللوز، كيجينا اللوز من بحكم حنا من الجنوب كيجينا اللوز وكنطحنوه في الدار ديال زيت اركان. كنديرو اركان ديال الاكل واركان ديال التجميل وكنطحنو املو المنتوجات اللي معروفه بها المنطقه ديالنا. ومنين كتجيبوا هاد المنتوجات؟ بالنسبه للعسل حنا كنديروا تربيه النحل على حسب المواقع فين كاين المنتوج. بحال حاليا عندنا النحل بين ورزازات وزاكورة في اكدز. البرد المنطقه هنا شويه بارده، النحل ما يقدش يعيش لينا في هاد البيئه هادي. وعندنا النحل دابا في اكدز وان شاء الله من بعد غادي ندخلوه ل اول منتوج ديال العسل اللي كيكون هو الليمون، كيتبعوه الزقوم ان شاء الله في الزلال. شحال كتحسبوا الثمن ديال املو؟ املو كنبيعوا ب 180 درهم، 180 درهم الكيلو. كيلو ولا يطرو هو تقريبا عنده عبر واحد. والمكونات ديالو هما اللوز مقلي بطبيعه الحال والعسل الحر وزيت اركان. هما المكونات ديالو، ثلاثه المكونات. الله يعطيكم الصحه ونتمنوا لكم التوفيق، اللهم يسر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.